أرح فؤادك من هم الوجودات وارجع إلى الله عن ماض وعن آت واستغفر الله من ذنب وقعت به فالله بالفضل ماح للخطيئات. النمل بتعلم العرب في زمن النبي بلسان النبوة كيف يبنون دولتهم، كيف يضعون قوانين الحياة، قوانين الأمة، قوانين الدولة، كيف يكون الحاكم. بده يفكر بضعف النملة فلا يصل إليها الإيذاء، وبده يفكر في النظام وفي الحزم في إقامة الدولة. لو تخلف عن الواجب، أي متخلف ما ممكن أن يتخلف. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فما دام مجند ضمن الجندية والخدمة العلم الإلهي، فالقرآن عم بيعلم المسلم أن لا يتخلف عن واجبه الجهادي والنضالي. ما دام صار في الجند بده يؤدي الواجب على أكمل الوجوه. في زمن النبي صار متخلفون عن هذا الواجب. في تبوك الجيش 30,000 تخلف، وعلى الثلاثة الذين خلفوا هل تخلفوا 70. لما النبي جابهم أكثر المنافقين صار يعتذروا، وكان من أخلاق النبي وبأمر الله وتربيته كان يقبل الظاهر ويكل أسرارهم إلى القادر القاهر. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هي السياسة الإلهية التي كانت هي السياسة النبوية الإسلامية. فبهذا الحلم وهذه السعة انقلب أكثر المنافقين إلى مؤمنين صادقين، لأنه كان منهم من يتخلف لمصلحة شخصية. فلما رأى الإسلام أنه عم يأمن المصالح لكل أفراد الشعب، بده غنى صار غني، بده عز صار عزيز، بده قوة صار قوة، بده جاه، طيب شو بده عاد؟ حظ النفس أمنه له الإسلام، لذلك ترك النفاق ودخل في الإسلام. فاعتذر من اعتذر، اجوا ثلاثة قالوا نحن والله ما لنا عذر. أتى الحكم والقانون الإلهي، قال لا يكلمهم أحد من الناس. بعد 40 يوم أو قريب من ذلك أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، لا بالسوق ولا بالبيت ولا بالبستان. في حكم إنساني أدبي أخلاقي من أمريكا إلى موسكو إلى السويد وأسكندنافيا يصل إلى الحكم الإسلامي. بعد 50 يوم الله أنزل توبته. يا ترى الشعب الأسكندنافي وصل إلى مستوى وثقافة الشعب العربي في ظل التربية الإسلامية؟ نزلت توبته وأجوا لعند النبي قال لن أبشروا بأفضل يوم مر عليكم منذ ولدتكم أمهاتكم. تاب الله على النبي وعلى السلاسة. فشوف يا ابني فقه وثقافة الشعب. قالوا إن من تمام توبة الله علينا، الله تاب. لما القرآن عم يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى السلاسة الذين خلفوا في عطف شر، وشو عملوا؟ تخلفوا. جيش 30,000، ثلاثة راح يقدموا يأخروا.
النبي حكم وبحزم، لكن أي حكم ألطف وأرق وأرحم وأكرم بإنسانية من هذا الحكم؟ لا تحاكوهن. بإنجلترا فيه هيك لا تحاكوهن، بأمريكا فيه، بروسيا فيه. هن كمان لثقافة قالوا إن من تمام توبة الله، يعني ما بنكتفي نحن بالعقوبة اللي عاقبنا بها الإسلام، نحن بنعاقب حالنا. شو نعاقب حالنا؟ قال لحتى توبتنا تكون كاملة. شلون؟ قال أن نخرج من كل أموالنا في سبيل الله.